السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. السؤال بيقول: أنا اتعلمت ريفت كويس كبرنامج وفاهم فكرة البيم من غير تطبيق للبيم، إيه الخطوات اللي المفروض أعملها عشان أكون شغال بيم كويس مع العلم إن مهندس معماري؟ فقط اشتغل مشاريع، طبق يعني طبق. اشتغل إن ممكن اتعلمت ريفت كبرنامج ففاهم القوايم وفاهم كذا وفاهم كذا، لكن الشغل الحقيقي هتلاقي نفسك في حاجات كتير بتقف قدامك كتير. فحاول تعمل مشروع اتنين تلاتة، هتلاقي إيديك مشيت في الموضوع. ولو اول مشروع خد منك يومين ثلاثه، بعد كده ياخد اقل وهكذا، هي دي المطلوب. وفي حاجتين مهمين جدا حاول تركز عليهم، اللي هما، لان دي مش موجوده في الشرح العادي، ان انت تعمل فاميلي، لان بدل ما تقف قدامك مثلا عايز فاميلي معانا في المشروع فمش لاقيها، فتقعد تدور على النت وتلاقي فاميلي لكن محتاجه تعديل بسيط. والحاجة التانية ان انت تشتغل مع تيم، هتلاقي الاتنين مشروحين على قناة بيم اريبيا بالتفصيل، شرحناهم اكتر من مرة. فان انت تعمل فاميلي دي من ضمن الحاجات الكويسة جدا، وانت تشتغل مع تيم. ممكن تكون انت بتعرف تشتغل لوحدك لكن مش عارف تشتغل كولابريشن مع الناس، ولا عارف تعمل لينك مع الناس، يعني مش عارف تشتغل مع ناس على نفس الملف، ولا عارف تاخد منهم ملفات، فانت في جزيرة مستقلة. فبعد ما تشتغل كذا مشروع مع نفسك لازم تشتغل مع تيم. مرة تشتغل بقى يعني لينكات، يعني ملف معماري تربطه بالإنشائي وتبدأوا إن أنتوا تعملوا كوردينيشن مع بعض، أو أنتوا كلكم شغالين في نفس الملف وتعملوا ورك شيرنج مع بعض. فمشروعها بالتصريف بما ربا، لكن هي دي حاجة أساسية لازم إن إحنا نبدأ بيها عشان تبدأ تعمل يعني تبقى مطلوب في كل الشركات إن أنت تبقى شغال فعلا. لأن هو لما بيجي يعمل انترفيو بيسال في النقطتين اللي انا قلت عليهم دول، ان انت تعمل فاميلي وان انت تقدر تشتغل مع تيم. لان ممكن يكون حد سمع كورسات كتيره بس ما اشتغلش بايديه، او مثلا مش قادر يشتغل مع التيم، فهيقعد فتره لحد ما يتعلم المهاره ان هو يشتغل مع تيم. فانت ممكن تتفق مع حد من اصحابك، او انت تفترض ان انت شخص تاني، يعني تفتح على نفس الكمبيوتر اتنين يوزر وتبدا ان انت تعمل حاجه هنا وتعمل لينك هنا وتبدا ان انت تشوفها وهكذا، او تنزل تدريب في شركه. المهم ان انت تبقى عندك قدره ان انت تشتغل مع تيم، لان انت لوحدك مش مستحيل تعمل مشروع كامل، او مستحيل ان هتعمل معماري والانشاء وكهرباء وميكانيكال. اكيد محتاج ان انت تربط بينك وبين زمايلك قدر الامكان. طبق، يعني انا ممكن اسمع كورسات كتير قوي وكل ما اقول حاجه اعملها، لكن لما التطبيق العملي بتلاقي حاجات اول مره تشوفها. كل مشروع بيطلع لك حاجه جديدة. انا بشغل هو بقالي كام سنة، بقالي مثلا من 2008، يعني قول 15 سنة ولا حاجة، وكل شوية لازم تطلع حاجة جديدة. كل مشروع لازم وانت بتشتغل تلاقي حاجة جديدة كده اتعملت، في مشكلة، في حاجة، فدي بتبقى كويسة ان واحد ياخد كده خبرة.